ملي كتدخل تيك توك ماشي ضروري تفولوي الناس ولا تشارك مع لابليكاسيون الاهتمامات ديالك ولا كاع تختار فاش غتفرج. بالنسبه لتيك توك هادو اساليب قدام وتقليديين بحيث انها كتقدم لك فيديوهات والقرار الوحيد اللي عندك هو مده المشاهده ديالك. على عكس عمالقه السوشيال ميديا من نهار بداو عبر التاريخ اعتمدوا طريقه واحده اللي هي بناء سوشيال جراف. والسوشيال جراف هو عدد الاكونتس جروبس اند بيجز اللي كتابع. كل من فيسبوك انستغرام تويتر وسناب شات كيرغموا عليك هالطريقه باش على الاقل تكون واحد الارضيه خصبه يتبناو عليها الاهتمامات ديالك والحوايج اللي كيعجبو. من تما هاد الشبكات الاجتماعيه كيخدموا السحر ديالهم باش يخليوكم تستمتعوا ديما انترتين. ولكن المشكل في السوشيال جراف هو انه قاصحه كل مره تجمع وتفولو وتلايك كتاخذ الوقت بزاف وماشي ديما غيعجبوك البوست الناس اللي تابعتيهم. ايضا صعيب تلقى الاكونت اللي غالبا غيعجبوك غير باقي ما سمعتي بهم. تيك توك جاب واحد الطريقه مختلفه على هادشي اللي هي الانترست جراف. منها كنشوفوا كيفاش كتفاعل مع المحتوى. تيك توك ماشي اول واحد يخدم بالانترست جراف، عطى الله المنصات اللي خدامين به منهم يوتيوب ونتفليكس. وبالضبط في نتفليكس هاد الخاصيه مسؤوله على الاختلاف ديال الكفرز الافلام بينك وبين صاحبك واخا يكون معاك في نفس الاكونت والبروفايل. هنا كنجيو لواحد القوله ديما كيقولها صاحبنا تريستان هاريس، كيقول بلي كل واحد فينا عايش في حال جيم كاري في ذا ترومان شو، بحيث انه كل واحد فينا كيستهلك محتوى مقاد ليه بوحدو ومعزول على الاخرين. ما علينا، بزاف ديال الناس كيتبهروا بالالغوريثمز ديال التطبيقات وما تيفهموش السحر وراء هادشي كامل. من الاخر اللي كيخلي هاد البرمجيات يكونوا فعالين ويفهموها طايره هو الكميه الكبيره ديال المحتوى على مر الساعه والاستهلاكيه ديالنا ليه. الجميل في تيك توك هو تنوع المحتوى جغرافيا ولغويا، حيت في الاغلب كيكون محتوى مبني على مزيكا ولا ميمز. تيك توك قدر يوصل لبليون مستعمل اسرع من عمالقه السوشيال ميديا، ولكن العالم ما فيهش غير الزهور وداكشي زوين. بايت دانس الشركه الام تيك توك كتواجه العديد من المشاكل مؤخرا، منها الحظر اللي بدا في الهند وتبعته امريكان اللي كتوجد باش يتم تفعيله في نوفمبر، وبلدان اخرين كيفكروا في نفس الشيء ايضا. تيك توك يقدر يكون تطبيق فحالو فحال اي حاجه كتطلع الطوندونس ومصيرها تهبط واحد النهار، ولكن ما نساوش باللي قبل ما يمشي راه عاود فكرنا في خطر الرقابه الحكوميه على الانترنت اللي غدا وكتزاد عام على عام في العالم كامل. كل من فرنسا استراليا النرويج وبزاف د البلدان اخرين حاليا تحت المراقبه. كنتمنوا يكون هذا البريك بدل الشوفه ديالنا لتيك توك، وبالمناسبه تقدروا تسمعوا البودكاست في كاع البلاتفورمز وما تنساوش تطلعوا علينا في يوتيوب.